وللمزيد من التفاصيل حول ما يحدث في درنا او في سبها عفوا، ينضم الينا حميد العطابي امر اللواء السادس مشاة. حدثنا عن اخر التفاصيل الميدانيه سيد حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نحيي اذاعه النبا ونحيي المشاهدين الكرام. هو ما يحدث في سبها في بدايه الامر الحقيقه قامت بدايتها معركه قبليه لا شك في ذلك، ولكن من يوم الصبح الجمعه اصبحت معركه بين الزام في النظام السابق وبين العدل والمساواه وبين اللواء السادس والكتائب التابعه لها والثوار منطقه سبع. الان من الجمعه ليومنا هذا مع معركه بين الثوار وبين الزام وبين العدل والمساواة. نعم، كيف تأكدتم أن هؤلاء هم العدل والمساواة؟ نقاتل الآن في العدل والمساواة. كيف تأكدتم من ذلك؟ تأكدنا من ذلك دليلا على الهلال الأحمر الواحد، وإن شاء الله غدوا حيتم عرض الجثث اللي لقيناه ملوحات أمام الفندق. طيب، هل هناك قبيلة معينة تساند هؤلاء؟ يعني بيطلع يقول سيد حميد هو ما هو أمر ولا بوابة. هل هناك قبيلة معينة تساند هؤلاء سيد حميد؟ نعم. هل هناك قبيلة بذاتها تساند هذه الفئة العدل والمساواة وأزلام النظام السابق كما ذكرت؟ أزلام النظام السابق الآن اللي قتل فينا. نعم، هم عمن الآن في هذه المعركة؟ النظام السابق. هم عمن في هذه المعركة بين أولاد سليمان والقدادفة؟ هم مع القدادفة. جيد. نعم. طيب، والنبه الأخ لواني اللي طلع في إذاعة على في اذاعتكم النبا ان يقول اللواء السادس انا حتى المقر بتاعه ما نعرفهاش، اللواء السادس مشهور اكثر من الف، يعرف مقره ويعرف اللواء السادس في 2014. نعم. اللي دافع على ليبيا كلها. لولا اللواء السادس مش موجود في شنو كانت ليبيا كلها تكون في خمس. طيب، ما دوركم في هذه الاشتباكات الان بين احنا دورنا كجيش نظامي؟ نعم. لا ضد، لا انا مع اولاد سليمان ولا انا مع القدافه، احنا مع ليبيا ومع العدل ومع الحق ومع تأمين سبها ومع 17 ثورة 17 فبراير خط أحمر. نعم. بإذن الله موجود اللواء السادس وموجود القوات المساندة له، لن يقدر أحد يتدخل إلى سبها يدخلها. نعم. بإذن الله. هل تدخلتم الآن بالفعل وسط المدينة؟ نعم نعم. الآن نعم. ما طبيعة هذا التدخل؟ حرر الفندق. نعم. كيف تدخلتم وما هي النتائج إلى حد هذه اللحظة؟ لهذه اللحظة الآن في أمن واستقرار الشارع الوسط. نعم، إذا فضت هذه الاشتباكات. لا يوجد. نعم. اشتباكات الآن إذا. الآن لا توجد اشتباكات. نعم، حصيلة القتلى إلى ما وصلت؟ والله ربما يكون إلى 28 بين الطرفين. نعم، هل لديك معلومات عن الجرحى؟ والله الجرحى هم يكونوا في الأربعين. نعم. طيب، بالنسبة لأوضاع الجرحى إذا كانت لديك معلومات، المعلومات شحيحة بعض الشيء من هناك وأنت متواجد في عين المكان، هل لديك معلومات؟ نعم، أنا في الجرحى رحلة حتى لي طرابلس ومصراتة عن طريق الطائرات سلاح الجوي الليبي. نعم، إلى أين؟ إلى مصراتة وطرابلس؟ إلى مصراتة وطرابلس. نعم، نحن نريد أيضا التواصل مع الطرف الآخر ربما. نعم، هل لدينا اتصال آخر؟ نعم، شكرا جزيلا لك السيد حميد العطابي آمر اللواء السادس